نكمل التعامل مع الاكواد. عايز نشيل دول الاثنين دول، كليك يمين كلير كي فريمز، شلك من هناك، كليك يمين برضو كلير كري فريم. نخش على كل سنابتس. طبعا الاكشنز ده كل ما يتعلق باي حاجه فيها اكشن داخل الورك سبيس. بقول لك هنا دي هتعمل لك، توديك لويب بيج، دي هتغير لك الكروسر بتاعك او السهم بتاعك شكله. هنا دراج اند دروب، هنا بلاي اند مو. تعال نشوف ناخد شويه حاجات كده. ده كل ما يتعلق بالتايم لاين او التعامل او التنقل بين الفرامات في التايم لاين. ده الانيميشن، وده بيعمل لك شويه انيميشنز كده مشهوره او معروفه كده. اللود اند انلود، لو انت عايز تشيل او تعمل لود او انلود لايمج او اي عنصر خارجي او داخلي. هنا الاوديو اند فيديو، كل حاجه متعلقه بالصوت او الفيديوهات. هنا الايفنت هاندلر، لو انت عايز تعمل بقى انتراكتيف دي على اي اوبجكت. تمام، ده كل ما يخص بقى بالموبايلات، موبايل تاتش ايفنت. ده طبعا كل ده ضمن الموبايلات. انا بصراحه يعني تخصصي مش موبايلات خالص، فانا ما اعرفش اتعامل في الحاجات دي. لو انت بقى متخصص او هتتخصص في الموبايلات، على فكره ده الموضوع ده بدا يطلب، هي فعلا جميله جدا يعني. تعال بقى نقفل كل ده ونبدا نتعامل مع اول كود عندي في الاكشنز بطريقه صحيحه. تعال على جي اف اكس ده، ضغطنا عليه ضغطه، وطبعا اتاكدنا اللي هو واخد انستنس نيم. واجي مثلا على الفرام الاولاني، انا عايز اول ما يبدا اعمل تيست للموفي بتاعي، أو في اول فرام على طول يطبق لي الكود على الاوبجكت ده. ده من نوع الموفي كليب، وهنزل عليه جوتو اند جوتو ويب بيج. همسح دول، وكل اللي انا هغيره هغير للموقع بتاعنا. هنقول جي اف اكس اكاديمي بالظبط كده دوت نت. البلانك او السيلف بلانك دي يعني هيظهر لك في صفحه، لو انت حاطط الموفي كليب بتاعك ده اللي هو فيه الكلام ده كله داخل صفحه، بيظهر لك اول ما بتضغط على اللينك ده بيظهر لك صفحه جديده في نيو تاب. جديده في نيو، يعني مثلا انا عندي دلوقتي المنتدى بتاعنا اهو، لو جيت ضغطت على اللينك ده اللي هو متمثل في هناك، ضغطت كده ضغطه ببص الاقي ايه، بيخش لي في نفس الصفحه بتاعتي، في نفس الصفحه بتاعتي. لا اقول لك والله انا لو جيت، لو البلانك اللي انا فيه ده دلوقتي لو ده بلانك بيبقى بيعمل لك صفحه تانية. يعني اول ما بضغط مثلا على لينك، على اللينك ده بيروح فاتح لك صفحه تانية غير دي خالص. تمام، يعني كانك بتعمل كده كليك يمين واوبن لينك ان نيو ويندو بالظبط كده. ده البلانك، السيلف في نفس الصفحه بالظبط. فممكن تغيره لبلانك زي تخليه بلانك زي ما هو، او تغيره لسيلف بالشكل ده، واحنا عرفنا الاثنين هما ايه. بعمل مينيمايز للاكشن بانل بالشكل ده، ممكن احطه هنا بالطريقه دي. لو فتحته بيتفتح كده بالطريقه دي، اسهل ان توصل له على طول. هاجي بقى واروح على دي انا عايزه مثلا يفتح لي على قسم الفلاش بتاعي. لما اضغط عليه طبعا برضو انا اول ما يشتغل الابليكيشن بتاعي هيبقى في اول فرام، فبضغط عليها ضغطه وبروح على مثلا، خلينا نعمل ده دراج اند دروب، يلا ما فيش مشكله. يبقى دبل كليك بينزل لي فين؟ تحت، شايف تحت ايه؟ اول عنصر بالشكل ده. يبقى هنا بقول لك الهنت بتاعه ده دراج اند دروب، بيخلي السيمبلز بتاعتك
او العنصر بتاعك بتعمل له دراج او دروب. تعال نشوف الموضوع ده ازاي. طبعا انا مش عايز ده خالص، ممكن اعمل انت كده واقول لك ده خليه سطر كده جديد ماشي، واجي مثلا اكتب له هنا دراج اند دروب. انت دي تبقى حاجه بسيطه، ومنها ان انت تقدر توصل على طول للكود بتاعك كده مثلا، وتيجي في النص وتقول go to web page. تمام، سيف. مين اللي كان دراج اند دروب؟ اللي هو مين؟ ال AS underscore btn اللي هو الاكشن سكريبت، اللي هو البوتون بتاع الاكشن سكريبت. انما اللي هو لوجو اندرسكور ام سي ده اللي هيروح على مين؟ على الموقع بتاعنا. تعال نقفل، تعال نعمل كنترول انتر، او هنا في الكومبايلر بيشتمنا في حاجه غلط. دبل كليك هنا بيوريك الكود زي ما انت شايف. انا نسيت ان انا احول، مفيش دراج اند دروب على البوتونز، هو بيبقى على الموفي كليب. فالمفروض بنبقى ده بيبقى ايه؟ موفي كليب. نحوله موفي كليب من هنا على طول، وبعدين نعمل تيست الموفي تاني. نشيل ده بقى، هنلاقي الموضوع ايه بقى زي الفل. بدات امسك الاكشن سكريبت 3 ده. طبعا عندك ده كده تفاعل كده، انا شايف ان ده كده تفاعل انتر اكتيفيتي، اللي انا بدات اتفاعل بالماوس واني امسك الاوبجكت ده واحركه هنا او هنا، مفيش اي مشكله معايا. هناك برضو هنا طبعا عشان ده موفي كليب، فهنا مش مديني علامه الايد اللي انا ممكن اقدر اعرف منها انها ده لينك. ده بيبقى عن طريق كود، مش مشكله، مش قضيتنا دلوقتي. بس لو ضغطت عليه ضغطه بيوديني على مين؟ على الموقع بتاعي. فتحولي بالشكل ده بيعمل لودينج، يبقى كده انا على الموقع المظبوط. اهم كود اللي انا ممكن اقدر بيه اعمل ستوب للموفي بتاعي، انا عايز اي موفي مثلا، اقول له نيو كنترول ان، وباجي من مثلا هات الليبسنج ده، عايز انقل المشروع ده عندي جوه على المشروع الاساسي او بتاعي. فباجي كده على كل اللايرز بتاعتي، بضغط شيفت وبضغط كله كده، وباجي هنا على الفريمات نفسها. خد بالك على الفريمات نفسها، كوبي فريمز، واجي بقى على البروجكت بتاعي هنا، واجي بقول له انسيرت نيو سيمبل، واقول له مثلا ليبسينج، والنوع الموفي كليب، واجي اقول له على اول فريم واقول له كليك يمين واقول له بيست فريمز. بيست فريمز انا جوه الليبسنج، وانا عملت اوبجكت جوه اللايبرري بتاعتي اسمه مين؟ الليبسنج. تعالى كده حطه هنا ونصغره بقى زي ما انت عايز، تكبره وتحط عليه جلو وتحط عليه فلاتر، حط عليه زي ما انت عايز. ودي طريقه جميله جدا المفروض عشان تبقى راجل فاهم فلاش تعمل دايما الطريقه دي. تعال نعمل عليه جلو، الهاي، ومثلا نعمل عليه 30 30، ونقفل الكلام ده. طبعا انا شايف حاجه زي كده جوه، فالطبيعي اللي انا عايز مثلا اعمل تيست الموفي.
انا شايف ان الموفي بيعيد نفسه. الموفي ده مستقل كده بيعيد نفسه، فانا عايز اوقف يعني يكلم الجمله بتاعته وبعدين يقف من تلقاء نفسه. ازاي؟ اعمل اي دبل كليك من جوه، انا جوه الموفي عايز اوقف الموفي ده، جميل، بخش جوه الموفي ده وباجي بعمل فوق خالص لير. دايما خلي الاكشنز بتاعتك اللير بتاعتك اللي اسمها الاكشن سكريبت دايما خليها فوق، وباجي على اخر فريم. طبعا انا عايزه يمشي عادي، وبعدين لما يوصل على اخر فريم يقف. فبروح جاي هنا عامل كرييت بلانك فريم وادخل جوه ال 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 الكود بتاعي، او باجي على اخر فريم وبروح على كود سنيبتس واقول له تايم لاين واقول له ستوب ات ذس فريم. جميل. طبعا عامل عملت له انا كده طوعت ورحت جاي عامل له لاير جديده. فانا مجرد ما بعمل اضغط هنا هعمل له هو نفسه مع نفسه لاير تاني، دبل كليك عمل لي هو لاير تانية وكتب لي فيها ستوب. ده الكود الصغير قوي اللي بقدر اوقف بيه اي موفي كليب عن العمل في اي بقى فريم زي ما انت عايز تحطه. باجي هنا بمسح له دي بقى خلاص، او ممكن اجي احط اروح جاي واخد دي كده اروح حاططها هنا، مفيش عندي مشكله خالص. خلاص تعالى بقى نشيل دي كده ونروح جايين بطريقه تانية بلانك كي فريم، واجي اقول مثلا من افتح الاكشن بانل واقول له ستوب، واجي شيفت وعلى علامه التسعه والزيرو من فوق خالص القوسين اللي باصين لبعض دول، واجي اعمل سيمي كولم. ده اسمه زرار توقيف التايم لاين ستوب. لو جيت عملت تيست الموفي لازم يقف غصب عنه. خلاص انا حطيت له ستوب في الاخر واجي اعمل دراج، بدات اشتغل اعمل حاجه انتراكتيف شويه داخل الابلكيشن بتاعي او داخل البلاير بتاعي. نيجي نشتغل على بقيه الاكواد ونعرفها كاستم كروسر دي مثلا. يعني لو جيت ضغط دبل كليك هيقول لك اديني اوبجكت، وليكن الاوبجكت ده نختاره ونقول عليه سكوير، ونيجي دبل كليك هنا ما دخلناهوش انستنس نيم على طول اشتمنا على طول، فانت تدخل له انستنس نيم ونقول له اس كيو اندرسكور ام سي لان ده موفي كليب. ونروح جايين مثلا من هنا ونقول له كاستم، جميل جدا. تعال بقى بقول لك ايه في الاخر لو انت شايف كده ماوس هايد. طيب كنترول انتر لقاني عامل ايه بقى الشكل اللي انا حطيته ده، راح جاي مغير لي الماوس بتاعتي دي، وراح عامل لي بقى كل شويه عامل لي مربعات بالطريقه دي. تنفع في الجيمز، تنفع في الابلكيشنز كتير قوي قوي قوي. يبقى زي ما قلت في الانترودكشن انا ما اقدرش اديك كل ده، بس هديك اهم حاجات او هنوه لك على انك ازاي تبدا تشتغل في الاكواد، وبعد كده هنبدا نكتب الاكواد باذن الله في الفيديوهات الجايه. يبقى انا هنا وصلت لدي، انا عايز اشيل دي خالص. جميل. طيب يبقى عندك ستوب خدناه، ده اهم حاجه خد بالك النافيجيت وتايم لاين ده مهم جدا جدا. فوق وهشيل ده كمان، خليه ده يلا. عايز اعمل بقى حاجه كده، عايز اعمل مثلا سلايدر، يعني اضغط بيه لما بضغط على حاجات معينه يبدا ينقل لي بين الفريمات بالشكل ده. تعالى نعمل البروجكت ده بسيط جدا من خلال الكود سنيبتس بتاعتنا. هنعمل بوتونز بايدينا سريعه جدا. طبعا هشتغل بقى على طول بالدن دايس وبعدين بالارو اللي تحت بعمل البوتون بتاعي كده، وباجي اكتب عليه
بيج 1 ونخلي بالابيض صغر. وليكن هعمل منيو لويب سايت، باجي امسك الاثنين واحذيهم مع بعض، واجي امسك الاثنين كده بحولهم لمين؟ ل بوتون. بوتون 1 واجي اعمل بالالت اربع نسخ بالشكل ده. طبعا انا لو عدلت على اي واحد فيهم هيتعدي على كله، لان ده نسخه واحده. جميل. فانا باجي بضغط على البوتون بتاعي وبقول له من فوق، بقول له في موديفاي، بقول له سيمبلز دوبليكيت سيمبل. ده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي نسخه بس باسم تاني عشان ما يعمليش مشكله بعد كده، عشان اقدر اضيف عليه زي ما انا عايز. بخلي ده بوتن 2، لو ضغطت عليه ضغطه بلاقي هنا الانستنس اوف بوتن 2، دبل كليك من جوه بقى واروح جاي قايل له ده البوتن 2 ما غير ليش خلاص. لو جيت هنا ومن غير ما اعمل الطريقه دي، اجي اعمل كده 3 هيعمل لي على كله. لا ده انا عايز بقى ايه، قبل ما اخش كده اروح جاي محدد عليه، وبعدين اروح قايل له موديفاي سيمبل دوبليكيت واقول له دي هتبقى اسمها كده 3، دبل كليك من جوه ظبط، واجي ده هخليه برضه نفس الحكايه من موديفاي سيمبل دوبليكيت سيمبل واخليه رقم 4. طبعا الاسم لو متكرر زي ما عملنا من شويه هيقول لك لا ده في الاسم ده موجود اصلا. 4 يبقى عملت ثلاث زراير من دول. طبعا عشان استدعيهم داخل الاكشن سكريبت لازم يكون في مين، اوعى تنسى دي انستنس مين. فبقول له بوتون 1 اندرسكور بي تي ان، اخدهم كوبي طبعا انتر بعد كده، وبعدين هغير بس الاسم تبقى بوتون 2، وهنا بوتون 3، وده هيبقى بوتون 4. جميل. طبعا هو دلوقتي انا عملت كده ليه؟ لان انا عايز احط اربع صفحات كل صفحه فيها حاجه، ولما اجي اضغط على اي واحد من دول بيوديني على الصفحه بتاعتي. جميل جدا. طيب هات بقى البوتون دول، بوتونز دول كلهم وحطهم في لير لوحدهم، وهنسميها بوتونز، وطبعا بيست ان بليس او بيست ان بليس من هنا لو انت فاكر طبعا، او بضغط على دي وبعدين اقول له كنترول شيفت في، يبقى حطيتهم كلهم في حته واحده. تعالى بقى نحط في الكونتنت دي في اللير دي كل حاجة عندنا، دول مالهمش لازمة. سيف الاكشن دي انا مش عايزها دلوقتي، خلاص الاكشن دي انا مش عايزها دلوقتي، فممكن اعمل كلير كي فريم عشان ابدأ احط الاكشنز بتاعتي الخاصة بمين، بدول. انا عايز اعمل بقى صفحات ابدأ اروح بيها على كل صفحة من دول، عايز اربع من الاربع صفحات والخمسة بره خالص. تمام؟ فدي هروح جاي شايلها خالص، دي هتكون الصفحة الأولانية. ماشي؟ وأقول مثلا هقول ده
سلايدر بروجكت ديفولت مثلا، واروح جاي عامل كده واقول له بالطريقه دي، وهاجي هخلي دي بقى مثلا تحت كده عشان ما تبقاش باينه. كويس، دي اول صفحه عندنا. عايز اعمل تاني صفحه، عايز اعمل تاني صفحه، ده الكونتنت. هنعمل كنترول اكس ونخلي بقى اول صفحه دي خالص الكونتنت. يعني لو جيت دلوقتي حالا اعمل تيست، بلاقي اول صفحه دي بتظهر لي، دي كده اول صفحه تظهر لي. ماشي، هخلي دي مثلا ده صغير، نخليه في النص، ونخلي اللوجو ده في اول صفحه كبير بالشكل ده. كده انا حطيت اول صفحه معايا. تاني صفحه بقى عايز تحط فيها ايه؟ عايز نحط نفس الكونتنت ده ولا حاجه تانيه؟ قلت لا حاجه تانيه، عايز احط حاجات تانيه خالص. جميل، يبقى معنى كده ان دول مش هيكونوا موجودين، صح؟ صح. يبقى اروح جاي قافل كل ده، واروح جاي بقى بالكونتنت عشان ما اتلخبطش. اروح جاي على اللاير التانيه، اللاير التانيه دي، وتاني فريم، واقول له كرييت بلانك كي فريم. جميل، واحط بقى اللي انا عايزه. طبعا انت عملت فين على الكونتنت؟ طبعا السلايدر، الكلمه اللي كانت موجوده دي في الكونتنت. لو انت عايز، مش عايز اللوجو برضو، مفيش مشكله. ماشي، مفيش مشكله، بتعمل عليه كرييت بلانك فريم، بيطير لك كله بقى وتبدا تخش عليه. لو مش عايزه، لو عايزه خلاص خليه فوق مثلا. خليه فوق، خليه كله فوق. جميل، وخلي دي كمان مكانها كده، مفيش مشكلة. عايزين نحط بقى محتوى هنا ونتنقل بيه من خلال الزراير بتاعتنا. وليكن مثلا انا هعمل لك دلوقتي في الكونتنت مربع، وفي الكونتنت بتاعتك هتبقى هنا بالشكل ده. ده اول مربع، ماشي، او اول كونتنت اللي المفروض انت تدوس على بيج 1 بيظهر لك دي. طب لو عايز اضغط على بيج 2 يظهر لي حاجه تانية. تعال بقى على تاني فريم او تالت فريم، وقول له كريت بلانك برضو كي فريم. ماشي، وتعالى بقى يعني عشان كناحيه تنظيميه تحط بقى اللي انت عايزه هنا، او كناحيه تنظيميه تاخد ده كوبي، وهنا بيست ان بليس. هغير لونه بقى عشان اعرف اللي انا في الصفحه الاولى ولا الثانيه ولا التالته، خليه بالاحمر. نفس الحكايه كوبي، وتيجي تعمل فريم كمان بلانك فريم، وفي نفس الحته، ونغير اللون بتاعه، وبعدين هتعمل اخر واحد كريت بلانك فريم بيست ان بليس، وتغير دي للازرق. كويس، كويس. عايز تغير دول مفيش مشكلة، عشان برضو تحدد انت فين، او كسبيشال سبيشال اكتر، تعمل دي بنفس الشكل بتاعها، ده تبقى الصفحة الرابعة. الصفحة التالتة هيبقى اخضر، الصفحة التانية هيكون بالاحمر، اما الصفحه الاولى هتكون بالجراي او الابيض والاسود. يبقى احنا معانا اربع صفحات بالطريقه دي. طب حلو قوي، نعمل ايه بعد كده؟ الفتره اللي بعد كده بقى، او المرحله اللي بعد كده، هبدا اخش على الاكواد. بدايه زي ما احنا قلنا، هروح جايين ضاغطين هنا وهحدد على اول فريم. تمام، هيعمل لي هو لير جديدة اكشن، بضغط كده وبقول له ايه انا عايزه. لما بضغط على بيج 1 بيروح لي على تاني فريم، بضغط على بيج 2 بيروح لي على تالت فريم، وبعد كده رابع فريم، وبعد كده بيج 4 اللي هي
خامس فريم. يبقى باجي على اول فريم بروح جاي بحدد له ده وبقول له كود سنيبتس، وبقول له التايم لاين نافيجيشن، بقول له كليك تو جو تو فريم اند ستوب، يعني روح لي على الفريم رقم كذا وستوب عنده، ما تمشيش، دبل كليك. بشيل بقى الانستراكشن ده، كل اللي عليك ان انت بتغير جوتو اند ستوب لرقم الفريم بتاعك. بقول لك ان رقم الفريم كام؟ انت عايز يروح رقم 2، بقول له 2. باجي على اللي بعده نفس الحكايه، دبل كليك، بقول له 3، بيج 3، دبل كليك، بقول له 4، بيج 4، دبل كليك، بقول له 5 زي ما هي. مفيش مشكلة لما تيجي تعمل كده، خطوط تنظيمية بس يعني. عشان عينيك تستريح، تبقى منظم كل حاجة، شوف شكلها كويس ازاي ومريح للعين، دي أهم حاجة، تبقى مريحة ليك بالشكل ده. تعالى نعمل تيست للموفي. عايزين بقى نشيل بقى اللي ملوش لازمة ده، الفريمات دي، ونعمل تيست الموفي. الموفي بص عامل ازاي، ده بقى غريب قوي. ليه؟ لانك انت لو انت ملاحظ ان انت ما عملتش ستوب في الفريم الاولاني عشان يقف لك على الفريم الاولاني، اللي هو مين؟ اللي هو الواجهة بتاعتك، اللي هو الواجهة بتاعتك. كويس. طب تعال نكبر دي شوية، ونقول له مثلا تعالى هناك فوق كده وافتح لي الاكشن بانل، وتعالى فوق خالص خالص مثلا، او تحت خالص مفيش مشكله، بس خليها فوق خالص، ستوب، قوسين باصين لبعض كده، وبعدين سيمي كولم. دايما في نهايه اكواد الاكشن سكريبت والجافا والبي اتش بي والحاجات دي، خلينا في الاكشن سكريبت، دايما سيمي كولم كده، بعرفه ده انتهاء سطر برمجي. كويس، انتهاء سطر برمجي على كده. تيست لقيته استجاب معايا وقف لي فعلا على اول واحده. طب تعالى بيج 1، يبقى المحتوى بتاعك زي ما يكون بقى في سلايدر صور او كلام او الويب سايت بتاعك او الابلكيشن بتاعك. بيج 2، بيج 3، بيج 4، ده كلام جميل جدا زي ما انت عايز، بيروح لك بقى ما فيش اي مشكلة معاه خالص. وبعدين هي دي خلاص، احنا كنا شلنا الاكشن بتاعها. تمام، دي الطريقة اللي انت بيها تقدر تعمل بروجكت بسيط او سلايدر. خد بالك ان فيه هومورك في الاخر او مشروع في الاخر، ويا ريت التطبيق مهم جدا. هنعمل سلايدر كامل بنفس الطريقة دي، بس هنركب الصور وهنركب شوية حاجات كده زيادة شوية. خلينا بقى نكمل الفيديو الجاي. السلام عليكم.